بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. يسعد أن يكون معنا في الدقائق التالية محمد محجوب، وهو مؤلف سعودي وهو أيضا شاب مبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية، قام بتأليف هذا الكتاب باللغة الإنجليزية. هو كتاب يعني يتحدث عن تطوير الذات. سوف نتحدث ونتعرف على محتوى هذا الكتاب من خلال حديثنا مع الأستاذ محمد. حياك الله معنا محمد. حبيبي أهلا وسهلا فيك محمد. يعني الكتاب الإنجليزي، أنت مؤلف الكتاب فتفضل. حبيبي والله. نعم. الكتاب اسمه 99 ways to become a better person. نعم. الكتاب مرة سيمبل، مرة بسيط، أي نعم. أحد يقدر يستفيد منه، ماذا لو كنت مهندس، لو كنت طالب، لو كنت أستاذ، أي أحد يقدر يستفيد منه. جميل جدا. أيوه. طيب، الكتاب يتحدث عن تطوير الذات عموما، يعني أو محاولة أنك تطور نفسك من المرحلة إلى مرحلة أفضل. أكيد أكيد. هو يتحول هو تطوير الذات يتكون من عدة أشياء. يعني لازم أنت تكون عندك الرؤية تكون موجودة، لازم تكون عندك الإرادة تكون موجودة، لازم نعم. أنت من جد تبغاه. نعم. فالكتاب يحتوي عن هذه كل الأشياء ومرة بسيطة، يعني كلها عبارة عن جمل ومكتوب يعني باسم الكتاب 99 ways to become a better person. يعني في 99 طريقة أنه تحقق أهدافك ولا أنك تكون إنسان أفضل في حياتك، وكلها جمل بسيطة أي أحد يقدر يقرأها، أي أحد يقدر يفهمها، بسيطة سهلة تدخل العقل زي كذا. جميل محمد. محمد، يعني ما شاء الله حتى الجمل كما ذكرت انت يعني بسيطه، يعني اكثر جمله هي فقط ثلاثة اسطر ونصف السطر اللي أيوة. في ايوه يعني جدا 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 الجمله الرابعه شيء شيء بسيط الناس كلها تقدر تستفيد منه. يتكلم عن اشياء كثيره، يتكلم عن الرؤيه، يتكلم عن الديسيبلين، يعني انك انت تكون بني ادم اذا تبغى شيء تحط كل قوتك فيه 200%. نعم. جميل جميل جدا. طيب ليش انت بدات باللغه الانجليزيه؟ ليش ما فكرت انك تكتبها باللغه العربيه؟ والله هذا السؤال ممتاز، لكن اللي خلاني ابداها باللغه الانجليزيه انه انا محفزي كان عالمي. يعني انا السعوديه بلدي نعم. واهلي وناسي وكلهم على عيني وعلى راسي. نعم. لكن اللي كنت ابغاه ابداها باللغه الانجليزيه لانه ابغاه يكون انترناشونال، ابغاه يكون لكل العالم، كل الناس تقدر تقراه، كل الناس تقدر تستفيد منه. لكن هل ممكن يترجم للغه العربيه؟ ها، باذن الله نقدر نترجم للغه العربيه عشان نقدر نقرا عربية وفرنسية وإسبانية واللي تبغوا. جميل. نعم. لكن البداية تكون إنجليزية عشان كل الناس تفهم بإذن الله إنجليزية. انترناشونال يعني يكون عالمي كما تفضل. نعم. أيوة. جميل جدا. طيب، هل ساعدك أحد في الكتاب محمد، يعني من أيوة. ناحية جمع المادة أو الصياغة أو الترجمة مثلا؟ أيوة يعني أيوة أكيد أكيد. نعم. طبعا أنا أشكر الوالدين لأنهم داعميني من وأنا صغير. جميل. رسلوني يعني ساعدوني وأنا صغير، قالوا لي يا محمد روح، أرسلوني الحمد لله وأنا عمري 15 سنة بس، أرسلوني نيويورك، قالوا لي محمد روح أتعلم أدرس وأنت صغير عشان لما تكبر يكون الأساس حقك قوي وثابت. فأنا أشكر الوالدين هذا أول شيء، وبعدين أشكر الله سبحانه وتعالى إنه وفقني في هذه الأمور والحمد لله مشى لي إياها. وأشكر أستاذتي الإنجليزية اللي كانت في المدرسة في أمريكا في كاليفورنيا في سانتا باربرا. نعم. اسمها أستاذة ميليسا، هي نعم. ساعدتني إني أسوي أدتين للكتاب. يعني هي أخذت الكتاب قالت لي محمد ما شاء الله أنت عمرك 17 سنة وما شاء الله كاتب هذا كله. طبعا أنا مسوي الكتاب قبلها فترة، يعني بديته قبل لا أطلع أمريكا، يعني انا بدي نص الكتاب خلصته قبل لا اطلع امريكا ما شاء الله. فوانا طالع امريكا هي شافت الكتاب نصه مكتوب، فقالت يلا خلينا نشوفه. شافت الكتاب قالت انا هذا لازم نسوي له اديتنج، لازم اوريك عند هي كمان كاتبه. نعم. نعم. ايوه فهي كاتبه الاديتنج اللي هو التحرير. نعم. فودته عند ناس ثانيين، الناس قال عجبهم الهرجه. بجينا واجتمعنا وقالوا طب هذا كذا يبغى لها حرف، هذه يبغى لها فاصله، هذه يبغى لها نقطه. صحيح. هذه يبغى لها، ساعدوني فيها. وصراحة الفكرة حقت الشماغ والعقال في الكفر حقت الكتاب كانت قالت شوف قالت لازم يكون بالشماغ والعقال، قالت لازم يكون بالشماغ، لأنه لو ما كان بالشماغ والعقال يعني كيف كأنك زي أي واحد، لكن هذا أنت represent Saudi Arabia. جميل. أيوة السعودية وبلدك. جميل جدا. طيب المفردات او الجمل او ال 99 يعني جمله اللي اخذتها في الكتاب، هل هي من اللغه العربيه وانت ترجمتها، او في ايضا او في ايضا جمل انجليزيه او اخذتها من لغات اخرى؟ والله شوف انا بالنسبه لي اعتبر نعم. اللغه فوكابلري في لغتين. نعم. لغه ايجابيه وفي لغه سلبيه. نعم. هل هي عربي في ايجابي في سلبي، انجليزي في ايجابي في سلبي. صحيح. فانا اخذت الوزدم يعني العقليه اللي عندنا هنا في السعوديه، واخذت شويه من الغرب ودمجتهم مع بعض، سويت كذا ميكس مظبوط. نعم. فانا اقول هذه يعني لغه تجمع بين العربي والانجليزي في جميل. الايجابيه. جميل. ايوه يعني شيء كذا ميكس حلو. جميل. لكن نعرف محمد ان يعني احيانا عندما تقوم بترجمه شيء قد يختل المعنى ويصبح المعنى مختلف قليلا. أكيد. هل واجهت هذه الصعوبه؟ لا ابدا ما واجهتها. ليش؟ لانه كيف استطعت انك تتغلب عليها؟ انا اقول لك ليش حبيبي. مثلا عندك في امريكا في عندهم مصطلح يقول لك واتس يور بيف،
يعني ايش هي مشكلتك؟ ايش البيف؟ صحيح. البيف ترجمتها لحم. نعم صحيح. لحم مشكله. طبعا عندنا هنا بالعربي نقول ايش الزبده. صحيح. قلت لهم انا هناك واتس يور باتر، قلت لهم ايش الزبده. ففي اشياء تنفع تمشي وفي اشياء ما تنفع تمشي. انت حتستخدم جوجل حترجم كل حاجه حتضيع. صحيح. لكن انت تستخدم جوجل ما يعطيك الصياغه اللي انت تبغاها، يعطيك صياغه مخلله. حتى في الكتب المترجمه انجليزي العربي او العكس يكون هناك في خلل. اكيد. عشان نعم. كده انا بقول لك انا الحمد لله من جده وطلعت هناك فدمجت بين الفوكابلري البوزيتيف حق العربي والفوكابلري البوزيتيف حق الانجليش. جميل. جمعناهم سوا سوينا حاجه لوز. يعني استطعت ان شاء الله انك يعني تبتكر يعني جمل جديده في هذا الكتاب. أيوة يعني نوعا ما يعني. ايوه باذن الله. لكن هذه الفلسفه اللي في الكتاب، هذه الفلسفه اللي في الكتاب هذه قديمه. نعم. قرون. نعم. وقرون. لكن الا يتفكروا الا يتذكروا، فاهم كيف؟ نعم. يعني هي اشياء تتكلم عن الخوف، تتكلم عن الإرادة، تتكلم عن يعني الإرادة القوية. نعم. تتكلم عن الرؤية، تشوف نفسك 5-7-10 سنين من قدام. أنا إيش أبغى أكون؟ قد إيش أبغى أستلم؟ إيش أبغى أسوق؟ كيف أبغى أهلي؟ كيف بتعامل مع أمي؟ كيف بحسن علاقتي مع زوجتي ولا مع هذا؟ يعني أنا ما أنا متزوج معليش يعني. نعم. بس أبغى بعطيك أنا اقتراحات. نعم. كيف بتكلم مع المدير حقي؟ كيف أنا أكسب احترام الناس؟ نعم. يعني يتكلم على كل هذه الأشياء. وإن شاء الله أنا ناوي يعني مو أكتب كتاب واحد، لأنه الملك عبد الله وملكنا الحالي يعني ما قصروا معانا يا عمي. التأمينات بيعطونا، الرواتب يعني الأمريكان بيحسدونا، التويشن حق المدرسة بيدفعوه. أنا إيش أسوي البلدي؟ هذا أنا أقل شيء أقدر أرد البلدي. صحيح. إني أكتب ونحن نقرأ ونتثقف ونتعلم. صحيح. يعني 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 بلدنا حبيبي. صحيح. لابد جدا نقدم شيء لهذا البلد الذي قدم لنا الكثير، وهذا واجب علينا. يعني واجب يعني علينا، لازم نقدم للبلد. صحيح. جميل. أنت ذكرت يعني في الصفحة الأخيرة من الكتاب أو غلاف الكتاب من الأخير. أيوه. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك أو مالك للدنيا سواء ومالك الدنيا سواء. هذه ما قدرت أترجمها بالإنجليزي. فحط يا عمي، روح جيت كتبت أقول لك سويت، ما قدرت. هذه إمام الشافعي خلاص. نعم. سطر باين واضح، عربي يفهمه بني آدم. نعم. عربي يفهمه. قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. صحيح. أيوة. السعادة سعادة النفس. نعم. حتشتري لي لامبورجيني، حتلبس لي أحسن ساعة، حتلبس لي أحسن ملابس، ما حتزبط نفسك. أجلس مع نفسك. نعم. وأعرف ذاتك، أنت إيش تبغى؟ إيش تبغى توصل له؟ إيش الراحة النفسية؟ إيش الشيء اللي يسعدك؟ صحيح. غير عن كل الناس. صحيح. يحكي بقصة إنه كان في سباق وفي كل الناس المتسابقين مستواهم واحد، أوكي؟ نعم. كلهم تسابقوا، لكن مين اللي فاز؟ اللي ما يقدر يسمع. ليش؟ كلام الناس يتعب. صحيح. لازم انت تعرف الفرق بين الكونشس والسبكونشس، العقل. صح. الواعي والعقل اللاواعي. صحيح. العقل الواعي اللي يستوعب، العقل اللاواعي ياخذ. فانت لازم تحط اللاين بين العقل الواعي والحياه. الناس لما تتكلم لازم تعرف كيف ترد. تقول له يا تاخذ الايديا تصدقها وبليفنت، يا ريجكت. جميل جدا. طيب المفردات اللي انت اخذتها يعني من كتب معينه او انها كانت او كتب يعني كثيره من خلال جمعك لها؟ ايوه اكيد. هو ما في شيء يجي من الهواء. اكيد هذا العلم الموجود قد كتب فيه وقد اتكلم فيه قبل كده. يعني انا ما اقدر اقول انا اول واحد بديت في هذا الشيء. طارق السويدان ما شاء الله بدوا فيه، محمد السويني، محمد الثويني بدا فيه، بدي استاذ احمد الشقيري. نعم. يعني وناس في الغرب برا، ليس براون، اريك توماس، يعني هذول الناس بدوا فيها. وانا يعني كلاما على استاذ احمد الشقيري، هو والله قدوتي، هو بني ادم يعني اللي حفزني واللي ساعدني. يعني برنامجه انت ما تعرف قديش اثر فيا واثر في الشباب اللي معايا. نعم. بس نرجع لنقطتنا انه هو الشيء هذا بدوا فيه، لكن الحمد لله نحن بنتطور وبنسويه، وان شاء الله يعني هو unstoppable learning. نبدا ان شاء الله. انا يعني اللي اروح يجي اللي بعدي باذن الله. جميل جدا. طيب المفردات اللي هنا استقيتها انت جميعها من اللغه العربيه وانت قمت بترجمتها، او في ايضا المفردات الانجليزيه انت عدلت عليها؟ والله استاذ الفاضل ما في ولا شيء في الكتاب هذا بالعربي وترجمته. ما شاء الله. ما في شيء ولا جمله واحده الا اللي هي شفتها اللي بالعربي حطيته بالعربي. ما قلت اترجم. وهذا انا فكرت ايش السلاسه وايش الجمله كده تكون مضبوطه اللي توصل لعقلك واسرع، لانه عقلنا
ما يستوعب كلمات، يستوعب صور. انا اقول لك تتذكر البني ادم اللي امس اللي شعره طويل واللي عيونه سرقه واللي كذا كذا كذا، تقول لي لا اوريك صورته تتذكره. ليش؟ لانه عقلك ياخذ ايمجز، ياخذ صور. الكلمات هذه بس صوره لك. لانك ايش؟ تتخيل واقع وتتخيل مستقبلك الافضل. اكيد. جميل جدا. طيب انا لاحظت انك يعني ما شاء الله كاتب اسمك فوق في جميع صفحات الكتاب. محمد محجوب. محمد محجوب. محمد محجوب. نعم. ايوه 99 ways to become a better person. محمد محجوب. صفحه هنا وصفحه هنا. طيب لماذا؟ والله هو الستايل حق الكتاب، انا ما ركزت فيه على قدر ما ركزت في الانفورميشن والنوليدج والويزدم جوا الكتاب. جميل. ايوه. فقلت يا عمي، قالوا احسن نحط محمد محجوب واسم الكتاب في هذا. قلنا حطه، يلا ما هي مشكله. جميل. ايضا انت لما كتبت مقدمه حتى قصيره جدا، يعني قصيره بسيطه، يعني كتاب بسيطة. ممكن الشخص ينهي يعني في ساعه او اقل من اقل من ساعه اقل من ساعه نص ساعه تقراه بس انا انصح انه لو تبي تشتري الكتاب اقرا جمله ولا جملتين في اليوم. عشان ايش؟ تهضمها. صحيح. تهضمها عشان يكون في شويه تركيز. ايوه شويه تركز. لانه ما يحتاج، ضغط العمل وضغط الحياه وضغط الناس عليك كثير، فلازم لازم تعرف السلبي والايجابي. تاخذ سلبي تفرغ، ايجابي سلبي تفرغ. انه لما واحد يصرخ عليه حترد عليه؟ حتصرخ 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 وما في نتيجه. صحيح. لما هو لما يعطيك سلبي تاخذ سلبي تحط في ايجابي، في رياضه، في قرايه، في صحبه كويسه. نعم. حتطلع ايجابي، اشياء ايجابيه، لكن حترد عليه وحتتعب نفسك ما حينفع. جميل. ما هي الرساله التي يعني يحملها الكتاب للشاب السعودي مثلا من الخارج، اذا في امكانيه انك تحدثنا عنها؟ انا عندي رساله واحده. نعم. لو تبغى تسوي شيء في حياتك سويه، وما عليك من اي احد. لو تبغى تسوي شيء في حياتك سويه، وما عليك في اي احد، وخليك صامل. صامل. انا ما اقول لك 100، ما اقول لك 150، 200%. never quit, never give up. صامل للنهايه. ليش؟ لانه هذا هدفك وحياتك. كم حتعيش؟ 40، 50 سنه، 60 سنه، 90 سنه؟ قول عشت ل 100. ايش الليجسي؟ ايش اللي حتسيبه؟ صحيح. شوف الناس اللي بتموت والناس اللي هذا، ايش الناس اللي بتسيبها؟ شوف قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما الله اخذ روحه، شوف التاثير. مو دوله ولا دولتين، ولا العالم كله غيره. انسان. نعم. انسان. one man can change the world. one man. نعم. بقوه واراده. لكن انا وحاجتي واملي في الحياه هذه حاجه واحده هنا. لو انا قدرت يعني باذن الله، اذا الله احياني، اغير شيء ولا اطور شيء في مجتمعنا، حاجه واحده بس هي. نعم. التعليم. زي ما بتدرسوا رياضيات وزي ما بتدرسوا فيزياء، تحطوا حصة من دون كتاب. ناس مؤهلين، مدرسين من دون كتاب، يؤهلوا تطوير الذات. تطور ذاتك وتعلم نفسك كيف تعيش. ليش أنا بخش المدرسة؟ كيف أتكلم مع أمي؟ كيف أغسل أسناني؟ كيف أروح الحمام؟ كيف أكل؟ هذه الأشياء البسيطة كلها تغير. قد إيش أشوف الإيميل حقي؟ إيش الكتب اللي أقراها؟ قبل لا تدرس رياضيات وفيزياء وكيمياء وطحن وتطحن وتقول له إيش الدرجات هذه، قل له أنت ليش بتخش المدرسة؟ صحيح. قل له أنت كيف، ليش بتتعامل باحترام مع هذا؟ لأنه أنت مو الهرجة، مو أنت الهرجة، أولادك وأولاد أولادك. هذا جنريشن يعني. لازم يعني فتفكروا بسيط الهرجة، فتفكروا. ونحن بإذن الله يعني الله يعطيه ألف 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 عافية، الله يحفظه ويكرمه إن شاء الله. أستاذ أحمد الشقيري يعني رسالته خيالية. نعم. لا تقدر بثمن. نعم. حلو. فنحن بإذن الله حنمسكها. هو خواطر خلص وأنا زعلان عليه. بإذن الله حنمسكها، وهو ما قصر. لأنه ما قصر ولأنه ملكنا ما قصر، نحن ما حنقصر. نعم. بسيط. يعطيك العافية يا محمد، وأنت دائما يعني ما شاء الله عليك متحمس، وان شاء الله يكون لك بصمه في هذه الحياة. اكيد. حماس ما يوقف باذن الله. طيب حدثنا محمد عن وجودك في معرض جده الدولي للكتاب، وكيف ترى هذا المعرض؟ يا عمي انا والله صراحه مبسوط. نعم. والله مكيف 2000 يعني. انا صراحه جيت هنا، قلنا في جده والسعوديه، واول كنا ندور لايبرري في جده وما ادري. نعم. لكن ما شاء الله وي ار ان 2016 ناو، وكتب ويعني رقي 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 بشيء يعني تنظيم. نعم. سلاسة صراحة 200%. نعم. المدخل، المخرج، في إكزيت، في مدخل، في مخرج، في كل شيء منظم. نعم. ومظبوط. أنا صراحة تقييمي أوكي 100%. عجبني المكان. جميل. الله يعطيك العافية. الله يعطيك حبيبي. أنت المؤلف هذا الكتاب، حقيقة كتاب مميز يعني، ننصح فيه الجميع سواء من الكبار والصغار الحصول عليه وقراءة. أيوه. لأن محمد
قدم يعني شيء جميل، وان شاء الله راح يقدم اشياء كبيره. لكن محمد على قولته يكون صامل، وتكون اكيد انت صامل اكيد ما تشجع الناس انهم يكون صاملين، ان شاء الله انت بعد اكيد تستمر ان شاء الله. بس بحب احط نقطه بسيطه، انه الكتاب متواجد هو في معرض الكتاب يعني ان شاء الله للنهايه. نعم. ومتواجد برضه في amazon.com، يعني لو تحط نفس التايرل حق الكتاب 99 ways to become a better person. نعم. حتحصله في امازون، والحمد لله والله وفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك محمد، واتمنى لك التوفيق. الله يسعدك حبيبي، ما قصرت. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، مستمرين في هذه التغطيه المباشره مع معرض جده الدولي للكتاب، ولكن بعد هذا الفاصل.